البلاد لهم. أمامنا من يرغب في أن يمنح الأناضول وشرق الأناضول للأرمن ويحرض الروم في شاطئ المتوسط. توجد نسخة محدثة منهم أمامنا. في مواجهتنا اليوم يوجد من سعى لإسقاطنا ولهزيمتنا طوال عصرين اقتصاديا وسياسيا. حساباتهم لم ينسوها. من يغفل عن هذا أو يتغاضى عنه متعمدا ويطرق أعتاب العدو، لن نسمح لأولئك أن يقلبوا وجه الحقيقة. أولسنا متفقين في هذا؟ لن نسمح لهم. أو اتفقنا؟ وأنتم ترون معي وتتابعون. أمس في الحرب الروسية الأوكرانية، من كانوا يسكبون دموع التماسيح لأجل المدنيين الذين كانوا يقتلون في تلك الحرب، اليوم يشاهدون بصمت تام مقتل الآلاف من المدنيين. سكبتم الدموع لمن يموتون في أوكرانيا، فأين دموعكم للأطفال الذين يقتلون في غزة؟ أيها الغرب، صوتي إليكم وإليكم أوجه بندائي هذا. أنتم أتودون أن تجعلوها حربا جديدة بين الهلال والصليب؟ إن كان هذا مبتغاكم وما ترمون إليه، فاعلموا أن هذا الشعب لم يمت. هذا الشعب لا زال ناهضا واقفا على قدميه، وكما كان في السابق فإن عزمه من حديد. كما نحن في ليبيا وكما نحن في كهرباء، فلتعلموا أننا في الشرق الأوسط موقفنا هو هو. هذا المشهد وحده يشرح لنا الكثير ويقول لنا الكثير. هذا الموقف المتضاد غير المتسق نحن رأيناه وشاهدناه مرارا وتكرارا عندما واجهنا فعاليات تنظيم فتو وتنظيم PKK وتنظيم داعش. من كانوا يأتون من أقاصي البلاد ليقتلوا الناس دون ما رحمة، وكانوا في الوقت نفسه يحاولون أن يحولوا دون حقنا في الدفاع عن وطننا ومواطنينا. الآن أقول بصراحة شديدة، أيا كان ما فعلنا خلال السنوات العشر الأخيرة من النجاحات تجاه الإرهاب، فإننا قمنا بذلك بالرغم منهم. وإن شاء الله فبعد اليوم أيضا وبشعار يمكن أن نأتي في أي ليلة وننقض عليكم بهذا الشعار، في الطريق الذي رسمناه لنفسنا سنواصل السير. إخواني، بصفتي رئيس الجمهورية ورئيس جمهوريتكم، نحن نحب شعبنا. ومستعدون لنفدي شعبنا بالمهج والأرواح. ومستعدون للسير قدما في هذه الطريق جنبا إلى جنب مع شعبنا، لأنه وكما سطرنا في التاريخ أمجادنا، ف
فإن شعبنا مستعد ليسطر تاريخا وأمجادا جديدة. أيها الشباب، تعلمون من أقصد بحديثي صحيح؟ سواء أمريكا أو أوروبا أو كل البياذق التي يتحكم بها الغرب وأمريكا، كما يقول المرحوم محمد عاكف شاعرنا، أتحدث عن الغرب الذي قال عنه محمد عاكف: الذئب الذي بقي بناب واحدة. أكبر مسؤول عما يحدث في غزة هو هذا الغرب الذي أتحدث عنه. إذا استثنينا بعض ذوي الضمائر، فإن ما يحدث في غزة من مجازر هو نتيجة وحصاد لثمار الغرب كله بأسره. ذلك الطفل إذ يحتضن أمه ويقول: أنا أعرف أمي من شعرها. هل يمكن أن نتجاهل هذا؟ قتلت الأطفال إذ يدعمونهم بدعم كامل، وفي الوقت نفسه يحاولون أن يخبئوا ذلك خلف الديمقراطية ومصطلح حقوق الإنسان. تلك كوميديا مضحكة أخرى. كلكم يعلم أن إسرائيل مجرد بيذق يمكن أن يضحى به في أول فرصة وفي أي فرصة. من كانوا يبكون من المظالم التي تعرضوا لها بالأمس إذ يقومون بجرائمهم بدعم من العالم كله، لا يمكن أن نفسره بغير هذا، أنها بيذق يمكن أن يضحى به. يدعمون إسرائيل ولا